مرحبا بكم مرة أخرى باش نواصلوا مع الفقرات المصورة شوشو القاسرين وتحديدا المجل بالعباس باش نحكيوا على بعض الإشكالات من أهمها وقت الفيضانات اللي صارت مؤخرا والقنطرة اللي تكسرت واللي وعدوا باش يتصلح القنطرة دي لكن ما صار حتى شيء أبارامون باش نشوفوا الفقرة المصورة هذه ثم نواصلوا تفضلوا. الأربعة 17 أكتوبر 2018 انهار المعبر المائي وادي الكرمة وانهارت قنطرة وادي الواعر على مستوى الطريق الوطني رقم 15 والرابطة بين معتمديتي فريانة وماجل بالعباس في القسرين بعد أمطار غزيرة كانت أغلبها في معتمدية ماجل بالعباس حيث تم تسجيل 100 مليمتر ومعتمدية فريانة قدرت فيها الأمطار ب 56 مليمتر مما تسبب في فيضان وديان الواعر والصابون وبوحية والعترة والكامور في فريانة واد قرقور وخمودة في فوسانة واد البعير بحاسي الفريد من هارتها يعيش متساكني المنطقة صعوبات في التنقل ومخاطر المسلك الوقتي اللي أنجزته مصالح وزارة التجهيز على أساس فك العزلة عن متساكني المنطقة واليوم مشروع إعادة تهيئة المعبر المائي وادي الكرمة متعطل رغم أن المقاول تعهد باستكمال المشروع قبل موفى جنفي 2018 بكلفة 700 ألف دينار المعبر المائي قنطرة وادي الكرمة كان أنجز مع جملة 50 معبر مائي القنطرة ضمن مشروع الطريق الوطني عدد 15 بين قفصة والقسرين عام 2013 وعم ناول في 14 ديسمبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري وقع على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 481 مليون دينار للمساهمة في إنجاز الجزء الأول من مشروع طريق السيارة للوسط القسط اللي يربط بين السبيخة وجلمة المشروع يساهم فيه أيضاً الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 402 مليون دينار في الجزء الرابط ما بين تونس والسبيخة والباقي أي 540 مليون دينار على ميزانية الدولة التونسية فالكلفة الجملية للمشروع تقدر ب 1423 مليون دينار في إنجاز الطريق السيارة تونس جلمة بطول 186 كيلومتر الوزير زياد العذاري كان أكد على أهمية المشروع في المخطط التنموي لدفع النشاط الاقتصادي في الولايات الداخلية يذكر أن الطريق السيارة تونس جلمة تشتمل على 8 أقساط وتمتد في مسارها على كل من ولايات تونس وبنعروس وزغوان والقروان وسيدي بوزيد والقسرين وقفصة باش نوصلوا نحكيو في هذا الاطار ونمشيو للقاسرين مباشره مع زميلتنا ناديه الرتيبي على عين المكان اهلا وسهلا مرحبا بك ناديه مرحبا بكم مرحبا بكل مشاهدي في تونس نحن حاليا متواجدين على مستوى الطريق الوطني عدد 15 القنطرة المائية اللي طاحت كما تم ذكره في اكتوبر 2018 منذ ذاك الحين 14 اليوم يبدو انه الانجاز نتاع المشروع تهيئة المعبر مازالت ما انطلقش بعد رغم انه المقاول اتصلنا به منذ قليل واكد انه منذ 5 ايام فقط تم معناها امضاء العقد اللي عبر ما بين ولاية القاسرين والمقاول للانطلاق في الأشغال قال المقاول أنه فكان فما تأخر كبير عدم صرف الاعتمادات وعدم حصول على أي وثيقة رغم أنه تعهد في مناسبة سابقة أنه ينطلق في الأشغال انطلق بإمكانيات ضعيفة في ظل معناها التعطيلات الإدارية اللي صارت لكن أكد أنه حاليا جاري سحب كل المعدات إلى المعبر المائي عفوا الانطلاق في الأشغال فما أيضا جذب بعض الدلوات اللي باش يتم تهيئة بها الطريق لكن 4 شهور رغم أن وزير التجهيز سابقا وفي هذا المكان بالتحديد إثر انهيار الجسر كان قد قدم إلى هذا المكان وتعهد بانطلاق الأشغال في غضون 15 يوم اليوم 4 شهور الأشغال ما زالت ما انطلقتش وإن شاء الله يعني خلال الأسبوع هذه تنطلق بحسب المقاول المشرف على المشروع اللي قيمته 700 مليون 700 ألف
ألف دينار، ورغم أنه كان مبرمج أنه يوفى في أواخر جان في 2018، لكن باش ينطلق مع جان في 2019، وإن شاء الله يكون عنده فترة إنجاز قصيرة، خاطر شكل عبء كبير على أهالي المنطقة على مستعمل الطريق الوطني. ونعرف أن الطريق هذه يربط ما بين قفصة والقاسرين عن طريق المجب العباس وقفصة والفريانة، ونشوفوا تم استعمال المسلك صعيب برشا التنقل استعماله من قبل الشاحنات الثقيلة وأيضا أصحاب سيارات الأجرة. معنا سائق سيارة أجرة هو من ضمن الأشخاص اللي تضمنوا من هيئة الطريق توا أربع شهور، يظهر لي فما عدة إشكالات تمارس عليكم في الطريق في المسلك بالتحديد اللي تم وضعه على ذمتكم لاستعماله في انتظار إتمام مشروع تهيئة المعبر المائي. السلام عليكم. قبل كل شيء النقطة هذه مهمة للغاية، بحكم اللي هي معناها نقطة عبور للمسالك الكل مجب العباس وقفصة. نحن نضمروا من الطريق هذه هذا المسلك اللي عملوه معناها الاحتياطي كما نجم نقوله، اللي هو يشكل خطر على الناس الكل، وكان جي مطرة كبيرة ولا حاجة ما ينجمش يتعدى. ونحن اليوم مقبلين على موجة برد وفما إمكانية نتاع نزول أمطار، ولا ما نعرفوش نحن الإشكاليات اللي قاعدة تعطل المشروع هذا، لازم يلقوا لها حل في أول فرصة. يعني نحن نستنوا في حل جذري كما نحن جماعة أصحاب سيارات الأجرة، نستنوا في ديما الميكانيك نتاعنا تعب طول، ما عندوش حتى معناها وسيله، قاعدين كان نصرفوا على الميكانيك وكاو كيما بيست كيما هذا معناها نصرفوا عليه. يعني المطلوب اليوم تعجيل في المشروع بالطبيعه، اذا كان يجي غيث نافع ولا حاجه ما عادش منين باش نتعدوا. هذه الكياس هذه معناها يعدي المجب العباس، هذه الكياس الرئيسي بين الولايات الكل. يعطيك صحة. خليني نشير زيادة أنه الطريق هذا يدخل ضمن مشروع تم تسليمه مؤخرا تقريبا في 2015، اللي يربط مشروع يشمل تقريبا 50 كيلومتر رابط ما بين القاسرين وقفصة بتكلفة تقريبا 14 مليار. لكن كما تشوفي المشروع في غضون عامين بين العيوب متاعه والإخلالات متاعه، كان أيضا وزير التجهيز السابق قد تعهد بفتح تحقيق في الموضوع، ووزير التجهيز الحالي أكد أنه خلال ندوة صحفية في غضون الأسبوع القادم سيتم فيها الكشف على عديد الملفات الفساد فيما يتعلق بالطرقات والصفقات المسندة. أيضا معنا يحضر سيد محمد الطاهر السليماني، وهو نائب عن مستشار بلدي ببلدية فريانة. أنتم كبلدية أكيد عندكم سلطة الرقابة على مثل هذه المشاريع. نعم، مرحبا بكم للقناة الوطنية الأولى. شيء مؤسف بالحق أنه طريق كيفك الوطني، الطريق الوطني رقم 15 هي طريق مغاربية فيها حركية كبيرة تربط ما بين شمال تونس وجنوبها ما بين ولاية قفصة والقصرين. شيء مؤسف أنه منش أمائية ما هيش مشكلة كبيرة تقعد أربع شهور ما تخدمش. نحن سمعنا أنه ثم وعود، استبشرنا خير بوجود بزيارة وزير التجهيز نهارتها 22 أكتوبر، لكن للأسف عنا أربع شهور توا نستنوا. المقاول ظهر فيه عنده مشكلة إدارية، ان شاء الله تتحل. تحلت اكيد المشكله بحسب اتصالنا، المشكله تم اسناد الصفقه وسينطلق بشكل تام خلال الاسبوع هذا. انتم دوركم كبلديه في بنيه تحتيه، اكيد مجلس بلدي جديد منتخب عنده عديد المشاريع وعنده زاد الدور الرقابي لمراقبه سير المشاريع مثل هذه المشاريع. ونعرف الطريق هذا سلم في 2015 او 2016 وهذه كانت النتيجه. هو الطريق الوطني رقم 15 رغم انه تسلم في 2015 كما قلت، لكن فيه عيوب كثيره من سوء الحظ ومن حسن الحظ انه في الامطار الاخيره في اكتوبر بينت عيوبه، وهذا مثال ونموذج منش امائيه في ثلاثة سنين تطيح بالشكل هذا. وثم عيوب اخرى اكيد ربي يرحمنا بالامطار لمحاله، ولكن راهو خايفين يدينا على قلوبنا انه الطريق هذا باش يزيد يطيح، وراهو ثم برشا بلايص اخرى باش تطيح من بين فريانه والماجن. دوركم انتم كبلدي، نحن كمجلس بلدي جديد عقدنا العزم انه ثم ميزانيه في ميزانيه 2019 ان شاء الله بالنسبه للطرقات اللي داخله المنطقه البلديه في فريانه. نحن مبرمجين ان شاء الله على الاقل ثلاثه اربع طرقات باش يتخدموا بالخرسانه الاسفلتيه. عندنا حي كبير حي الازدهار باش
باش ندخلوا فيه بمبلغ 3 مليارات. عنا حي على قراص وتقريب 500,000 دينار كيف كيف، ان شاء الله باش يمشوا كلها للبنيه التحتيه وخاصه الطرقات. ونحن حريصين على متابعه كل اشغال وكل مقاولين اللي قاعدين يتعاملوا مع البلديه يوميا، يوم بيوم المصلحه الفنيه ورئيس البلديه والمساعدين نتاعو وكل المستشارين يوميا في زياراتنا، والمهندس بتاع البلديه في زيارات يوميه قاعدين نتبعوا لحظه بلحظه كل الاشغال وكل المقاولين يتعاملوا مع البلديه. ذكرت انه باش ينطلق او بدايه انطلاق المشروع خلال هذا اليوم، نشوفوا بعض المعدات اللي تم جلبها منذ يومين الى هذا المعبر المائي للانطلاق في الاشغال، وان شاء الله تكون فما رقابه دائمه من عند المعنيين سواء تجهيز او مكونات المجتمع المدني او المجلس البلدي ليتم تهيئه الطريق على احسن ما يرام، ويكون ما يكونش نتجاوز الاخلات اللي مرينا بها خلال الفترات السابقه. ايضا فما عديد المشاريع تخص البنيه التحتيه باقيه حل كيف شارع الدولاب، كيف الحزاميه الصغرى، وان شاء الله ديما الرقابه مفروضه لمراقبه سير هذه الاشغال. شكرا لك ناديه. شكرا ناديه مباشره من القاسرين، تحيه لك صديقتنا ناديه رتيبي. والله واحد لازم يعلق على موضوع كيما هكا، معناها هو بروجي كامل من 2015 حتى لتو ديجا ما تخدمش، وديجا حتى كي بداو فيه معناها ابخي 3 ans يبدا معناها المخالفات نتاعو. قنطره كامله تطيح، هي تجمع ما بين زوز بلدان، اربع شهور ما فما حتى شيء، الشتاء مازال جاي، كوارث طبيعيه لا قدر الله مازالت جايه. مانيش عارفه انا شكون المسؤول هوني، وكل وزير يجي يقول باش مش نحلوا معناها واش نحاسبوا واش نشوفوا، ما نعرفش الى متى. معناها فما حاجات، فما اولويات، هي راهو احنا كاعلام رانا احنا صوت الشعب، احنا محايدين في حكايه اخرى، لكن احنا صوت المواطن التونسي. راهو هذايا يتسبب في كوارث كبيره برشا، وبعد نقولوا يا ليتنا اربع شهور باش نصلحوا قنطره، من 2015 لتو باش نعملوا بروجي صغير في بلاد صغيره، الى متى باش يوصل التهور اللي احنا عايشين فيه والتسيب هذايا؟ مانيش عارفه. ان شاء الله صوتكم موصل، وهذايا اقل واجب نقوموا به. مره اخرى شكرا لزميلتنا ناديه. نواصل مع التظاهرات وباش نمشي نحكي اليوم مع دكتوره مها. مرحبا بك، نورتنا اليوم دكتوره مها بن معلم حشيشه. باش نحكيوا على الجمعيه التونسيه لطب العائله، باش نحكيوا على ليفينمون اليوم السابع لطبيب العائله ودور طبيب العائله. قبل كل شيء مرحبا بك مره اخرى. يعيشك. نحكيوا شويه على الجمعيه لو تسمح. اي نحكيو بالطبيعه. الجمعيه التونسيه للطب العائلي هي جمعيه علميه تأسست منذ سنة 2006، ومن أهم أهدافها هي التكوين الطبي المستمر لأطباء العائلة وإلا أطباء العامين بما يعرف أطباء الصف الأول، خليني نقول التكوين الطبي المستمر للأطباء هذوما، والتعريف بمفهوم طبيب العائلة. هذه الأهداف نتاع الجمعية نتاعنا. دونك من 2007 احنا نقوم بدورات تكوينية على طول العام، ما نشطوش كان مرة ولا مرتين في العام. عنا دورات تكوينية، بدينا سنة 2007 بدورة واحدة في اختصاص واحد، أمراض القلب والشرايين وضغط الدم. توا ما شاء الله في 2018-2019 عندنا سبعة دورات تكوينية في عدة اختصاصات، نذكر منها أمراض السكري، أمراض طب الأطفال، الأمراض الاستعجالية، الأمراض الجنسية. هذا كل نحاولوا نأطروا أطباء العائلة اللي هما منتصبين راهم ويخدموا في القطاع العام والخاص. عندنا ما يقارب 400 إلى 500 طبيب عام. طبيب عائلة يجيوا يتكونوا مرة في الشهر في كلية الطب بتونس تحت تأطير الجمعية متاعنا بالطبيعة، ونقوموا بتكوينهم في الاختصاصات هذه بحكم أنهم أكثر اللي يتعرضوها في ممارستهم اليومية لمهنتهم. إلى جانب التكوين الطبي هذه المستمر، عنا زوز تظاهرات علمية كبيرة، مؤتمرات في السنة. عنا المؤتمر الطبي، المؤتمر الوطني للطب العائلة، نعملوه عادة في شهر أكتوبر، إن شاء الله في سنة 2019 باش يكون يوم 20-21 سبتمبر. وعندنا تظاهرة يوم طبيب العائلة اللي سنة إن شاء الله يوم السبت هذية باش نقدموه في دورته السابعة. قبل ما ندخل التفاصيل نتاعه، خلينا نقول قاي نفهم واش معناها ثقافة الطبيب العائلة، معناها اسكو موجود في تونس ولا
طبيب العائله شنو مفهومه معناها؟ شنو هو طبيب العائله بالذات؟ اسكو فما كل عائله عندها طبيب مرافق؟ اسكو طبيب كل قديش من عائله؟ احكي لنا شنو وشنو وظيفته وشنو اهميته معناها في العائله التونسيه؟ هو راهو مفهوم طبيب العائله مش معناتها طبيب لكل عائله، مش طبيب الكل. هو يمكن التوانسه تعرفوا شويه على المفهوم، ولا هو مش مطابق بعضه برشا بمنظومه التامين على المرض، بحكم اني عملت ثلاثه فوالا بالضبط، عملت ثلاثه منظومات، منظومه العمومي، منظومه طبيب العائله، ومنظومه استرجاع مصاريف. يمكن وقتها التوانسه فهموا شويه دور طبيب العائله بما معناه انه هو كل عنده قلق والا وجيعه باش يلتجئ لنفس الطبيب اللي باش يمشي له كل مره كي عنده استفسار والا الم والا تشخيص والا. يمكن وقتها فهموا شويه، قبل ما كانتش مفهومه، مي توا ولات شويه مفهومه بحكم المنظومه التامين على المرض. معناها ان جينيراليست نقولوا احنا، لي ميساج جينيراليست اكزاكتومون، لي ميساج جينيراليست. اما المفهوم راهو اشمل، على خاطر الميساج جينيراليست عاده يقوم بمداواه الامراض العرضيه لي باثولوجي ايغو اون فادير، مي المنظمه العالميه للصحه الويميس والمنظمه العالميه للطب العائلي راهو مصالح انه يكون التكوين نتاع الاطباء هذوما يكون اكثر، معناتها الفيز اكثر لا فامي اون فادير، والتكوين نتاعهم يكون اكثر، معناتها التكوين يكون مندرج خصوصا في الوقايه والتشخيص المبكر للامراض وخصوصا النصيحه، معناتها مفهوم شامل اكثر، مش معناتها راهو طبيب العائله لا، باركونتر العائله هذيك هي تكون كل ما تستحق الطبيب باش تمشي الى نفس الطبيب، هذه شنو باش يسمح لها وشنو باش يخلي لها تعمل. الطبيب هذيك باش يكون يعرف العائله الكل، باش يكون يعرف الامراض الوراثيه والجينيه كما نقولوا، وبذلك باش يتدخل في الوقايه، معناتها كي يلقى وليد صغير مثلا مشي للسمنه وفما في العائله السمنه، باش يقوم بالنصيحه نتاعو بالعلاج الوقائي من وقتها باش الصغير هذاك ما يتعرضش للسمنه، كيف بالنسبه للامراض السكري ولا امراض ضغط الدم. دونك المفعول شامل بما معناه هي توفير رعايه صحيه شامله ومسترسله تكون معناتها متركزه على المريض، مي في اطار الاسره نتاعو، يلزم الطبيب يعرف الامراض اللي موجوده في الاسره نتاعو وفي اطار المحيط نتاعو زيدا، لي باثولوجي اللي موجودين غاديك في المجتمع نتاعو يلزمو يكون يعرفهم زيدا. فوالا، خليني من خلالك نفتح قوس صغير دكتوره، هاو فسرت لنا الدكتوره مهي طبيب العائله معناها ما نقعدوش كل مده واحنا نجزو من طبيب لطبيب، احنا يكونوا في ديال لطبيب واحد ديجا يبدا يعرفك، يعرف صحتك، صحه زوجك، يعرف صحه صغارك، يعرف شو اللي عندك من امراض، كيف وقايه لصغارك، معناها من بعد معناها يبدا متابع العائله هذيك دو ا جوسكا زيد. دو يا ريت نتعودوا نحيوا ثقافه اي تويكه داخلين فصل الشتاء وغريبات ومرض، نحيوا ثقافه حك راسك امشي للفارماسي وخذ دواء وانت تولي طبيب نفسك، راهو غلط 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 اللي تعملوا فيه، وقديش تسبب في كوارث لصغاركم، لطف عليكم والله لا يقدر. اي مرضى مهما كانت ما تستهينوش بها، امشوا للطبيب وخذوا الراي الطبيب نتاعكم حتى لو كان بسيط، مثالش امشيوا وخذوا الدواء من عنده هو، ويا ريت تولي فما مراقبه دكتوره للصيدليات اللي يعطيو في الدويات بارتو، راهو تسبوا في كوارث صحيه كبيره برشا، راهو انت تقول مثلا جيني صغير غريب بسيط وهو ينجم يعطيك حاجات معناها كونتر انديكاسيون تاثر لك سلبا على صغيرك. ما فهمتش انا علاش في تونس معناش مراقبه للصيدليات، علاش البرة مش تمشي تاخذ حتى بوماد صغيره يقول لك اعطيني انا سيرتيفيكا اوردونونس، باردون اوردونونس ما عند طبيب. في تونس يعطيك الدويات الكل، لي زونتيبيوتيك يعطيو فيهم بصفه مهوله. للاسف معناها صدقوني راهو اللي تعملوا فيه غلط، ما تقولش راهو برشا فلوس، راهو تنجم الفلوس هذوك تعوضهم ثلاثة او اربع مرات كي تغلط وتتسبب في تدهور صحتك ولا صحه صغيرك. امشي مره للطبيب يعطيك شنو اللي لازم ليك، ولصغارك كونوا فيدال للطبيب معين يبدا فاهمك وفاهم صغيرك حتى باغ تليفون ما مشيتلوش، خير ما تمشي فارماسي وتاخذ ويات وتتسبب في برشا كوارث. يا ريت بجاه ربي معناها الثقافه هذه راهي غالطه كلمه، اي نعملوا فيه راهو غلط كلمه، راهو المرض نتاع الصغير هذا مش كيما الصغير هذا، مرضي انا مش كيما مرض اللي بحذايا. دونك تعودوا انه نمشيو للطبيب وناخذوا الاستشاره منه وناخذوا اوردونونس باش ناخذوا وان شاء الله الناس الكل بخير. هو ساعات على ذكر هذه يعطيك الصحه، فريمون جبت موضوع حساس جدا، خاطر ياسر المرضى ساعات ينقلوا الوصفه الطبيه اللي عطيتها له انت عندك شهر يمشي يعاودها هي بيدها ياخذها،
لها. انا نحب نقول لهم هذا الهدف نتاع الجمعيه نتاعنا، التكوين الطبي المستمر، على خاطر نفس المرض ونفس الدواء انا عطيته لك اليوم راهو غدوه الحي، غدوه 8 نتاع الصباح ينجم يكون مش صالح، وتنجم تكون فما بعض لي زيتود ميديكال اللي ظهرت دي زيفي انديزيرابل ولا دي كونتر انديكاسيون جدد. انا كطبيب مطلع ونقرا ونعرف، فهمتني؟ انت كمواطن ماهيش خدمتك هذيك باش تعرف صحيح. الطبيب المرض وتنقل على الدواء هو بيدو، دونك المضاعفات نتاع الدواء بالطبيعه سي لوتو ميديكاسيون، احنا اون لوت كونتر. ونحب نزيد نذكر انه مش احنا اللي قلنا، المنظمه العالميه للصحه تقول ان الانظمه الصحيه المرتكزه على طبيب العائله والطب الصف الاول هي اكثر الانظمه الصحيه الناجعه، وانه طبيب العائله في مقدوره انه يشخص ويداوي 80% من الامراض. راهو بالطبيعه دورنا مهم برشا، مي دور الاطباء الاختصاص اهم بطبيعة. واكثر منا ويجي اون دوزيام بلان اي سو سون لي ميدسان سبيسياليست، مي احنا نجمو نداويو 80% من اعراض الامراض الكل، مي بالطبيعه فما تنسيق ما بيناتنا وما بين اطباء الاختصاص مستمر. فما حاجات احنا ما نعملوهمش بطبيعه كما التدخل الجراحي، كما فما امراض مستعصيه والا هذوكم من دور اطباء الاختصاص. وبالضبط هو شعار اليوم نتاعنا العلمي هو التكفل بالمريض من قبل عده اختصاصات. من التشخيص الى العلاج، هذا الشعار نتاع الايام الطبيه نتاعنا السابعه. اخترناه باش حبينا نحسوا اطباء العائله باهميه التنسيق ما بين الاطباء. ما نحبوش المريض التونسي كي يستحق الله لا يقدر انه يكون في نفس الفتره في نفس العلاج في نفس المرض يستحق البرشة اختصاصات، يقعد هو يدور من طبيب لطبيب خصوصا في القطاع الخاص. احنا نحبوا نحسوا الاطباء اهميه التنسيق فيما بين بعضهم باش المريض يبدا مرتاح، هو مش يقعد هو يدور لي ما يمشي للغاسترو ويمشي للانفكسيو بعد غدوه يمشي للميدسان فامي نتاعو. لا، يلزم الاطباء هما ما بين بعضهم ينسقوا تنسيق جيد من اجل راحه المريض ومن اجل تقديم العلاج الجيد والناجع. اليوم هذا شكون باش يكون فيه بالضبط؟ كيفاش باش تكون العمليه؟ هو يومين هذوما ان شاء الله، يوم 12 جانفي و 13 جانفي في نزهه الحمامات، باش يكون عندنا عده ورشات علميه باش يقدموها ثله من الاطباء. فما موضوع جديد يمكن باش نحكيو عليه ما حكيناش عليه قبل بالكل في الايام الطبيه، اللي هو الاضطرابات الهرمونيه الناتجه عن المحيط، لي بيرتورباتور اندوكرينيان نسميهم. جات فتره حكينا عليهم برشا، معناتها لي بيستيسيد باغ اكزومبل، الدويات اللي يعملوهم في الغلال وفي الخضروات شنو هو تاثيرها على البدن، بعض المواد التجميليه شنو تاثيرها. توا نعرفوا العلم اثبت انه فما بعض المواد اللي تدخل في عمل الغدد نتاعنا كما الغده الدرقيه ولا الغدد الجنسيه اتسترا، وتعطي بعض امراض منها مثلا البلوغ المبكر تلقاها صغير. مواد تجميليه؟ بالضبط، مواد تجميليه. توا لونيون اوروبيين وفي فرنسا فما بعض مواد كيما البارابين مثلا موجود برشا في مواد التجميل اللي كومبليتمون كونتر انديكي. احنا في تونس ما نحكيوش على الشيء هذايا، والمواطن التونسي ما يعرفش يقرا المواد. دونك احنا حابين نحسوا اطباء العائله على القليله هما يوصلوا المعلومه من بعض المرضى نتاعهم، فما بعض مواد موجوده في المواد التجميليه ولا حتى في البلاستيك ولا في الحاجات في العلب اللي نحطوا فيها الماكله نتاع صغيراتنا. الفو بيان ليغ لا كومبوزيسيون، ما تشريش من الاسواق الموازيه، ما تشريش من الاسواق الموازيه كسوسوا مكياج ولا مكياج من نسبه مواد واطفال العاب اطفال من سب، خاطر تقول لك ليه راهو ارخص، راهو ماهوش ارخص، راهو كارثه، راهو دخل فيها لدارك. بالضبط بالضبط، احنا باش نحاولوا نحسوا توا اطباء العائله كارثه اذا كان ما فماش معناتها سلسله نتاع مراقبه للبرودوي هذاك اللي انت تشريه، راهو فك عليك منه اخطاه منه. ما هذا هو اللي بون. فما زاد عده ورشات تطبيقيه نهار الاحد ان شاء الله في اليومين نتاعنا، فما ورشة تطبيقيه اللي باش كيف اطباء العائله باش يحاولوا يقوموا بهم، كما تسجيل مثلا انفس في النوم، كما باش نتعرضوا لمداويه الجروح والقرحه عند لي باسيون ديبيتيك لو بي ديبيتيك. نعرفوا مرض السكري عنده ديما امراض الجلده في الساقين نتاعو، كيف باش نحاولوا نذكروا اطباء العائله ونعطيهم اخر الطرق العلاجيه للمرضى هذوما. هذه هم الايام. دونك باش يكونوا كلهم مختصين حاضرين ولا فما عائلات باش تحضر ولا هي الجمعيه نتاعنا علميه ديما من الاطباء، احنا نقولوها للاطباء نحاولوا تو في الفتره الاخيره كيما تعملوا ايامات مفتوحه للناس. والله بالضبط، هو معناتها اخر مؤتمر حكينا على السباخ اديكسيون، معناتها الادمان على تواصل مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت. وكنا خرجنا في الاعلام برشا وحكينا، تو باش تولي عاده باش نقولوا في الجمعيه نتاعنا ديما نختاروا موضوع ولا زوز مواضيع اللي تهم ديريكتومون المواطن التونسي، ونحاولوا نعطيه شويه من عنا بالمفهوم البسيط للمواطن التونسي
الفرنسي باش يستغلها في الحياه نتاعو اليوميه. ان شاء الله نعملوا ايام ديريكتومون مفتوحين للعموم للمواطنين. دونك لو 12 لو 13 اكزاكتومون. شكرا لك دكتوره، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. دكتوره مها معلم حشيشه بن معلم حشيشه، حكينا على جمعيه تونسيه لطب العائله، حكينا على اليوم السابع لطبيب العائله ودور طبيب العائله، وشكرا ليك ويعطيكم الصحه المجهود اللي قايمين به. شكرا لك دكتوره. نمشيو للكليب أسماء العثماني ثم نواصل، تفضل. للفنانة أسماء عثماني، باش نحكيو على الماء وما أدراك من الماء ودور المياه. خليني رحب بضيوفي، رحب بالمخرج التونسي سي رضا تليلي. أهلا وسهلا رضا، مرحبا بك، نورتنا. كيف رحب بسي علاء الدين المرزوقي، عضو جمعية نوماد 08 وكذلك منسق المرصد التونسي للمياه. أهلا وسهلا، مرحبا بك علاء. مرحبا، نورتنا. اختنا الكليب هذا بالذمرة. نحكيو شوية على الماء، باش نحكيو على جمعية نوماد 08، باش نحكيو على المرصد، باش نحكيو على مشروع كامل. سي أن بروجي كامل هكا ولا حتى اللي نوصلوا كيفاش خدمتوا الدوك ومشينا الرضا وعملنا الدوك نتاع عطاشه. نحكيوا على الجمعيه اكثر لو تسمح.
هي جمعية نوماد 08، جمعية تأسست 2013 في مدينة رديف، تعنى بعديد القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية زادة. من أهم القضايا اللي دافع عليها واللي خدمت عليها جمعية نوماد 08 هي قضية المياه. وهذاك علاش تأسس المرسى التونسي للمياه عن طريق الجمعية هذه سنة 2016 باش يخدم على عديد الجوانب في علاقة بقضية الماء. الماء متاعنا هل ترى إشكاليات متاع نقص موارد، وهل ترى إشكاليات متاع سوء تصرف، هل ترى إشكاليات متاع نقص وعي مائي في تونس؟ هذا كله خدمنا عليه في جمعية نوماد 08 من تطوير تطبيقة للتبليغ على الانقطاعات والتحركات الاحتجاجية في علاقة بالماء وإلا التسربات وغيرها، من دراسات علمية وأكاديمية في علاقة بالماء، من إسناد وبيانات مساندة للناس العطاشة اللي في الجهات. وكلمة عطاشة بطبيعتها احنا خرجناها في عديد المناسبات، بمناسبة اليوم العالمي للمياه في السنوات الفارطة، في بعض البيانات خرجنا انه تونس عطشانة ولا حذاري من ثورة العطش. جت الفكرة بطبيعتها احنا السينما زادة ماهيش بعيدة على جمعية نوماد 08، على خاطر عنا نظموا كل عام وسنة باش تكون الدورة الخامسة متاع ملتقى رديف للأفلام الوثائقية، معناها عنا مدة نخدم على السينما، السينما المناضلة، السينما متاع المواطنة، السينما متاع القضايا الاجتماعية والبيئية والشبابية وغيرها. جت ماهيش صدفة انه التقينا بخونا رضا تليلي، طرح علينا فكرة انه بالحق شافنا برشا احنا نخدموا تيران، نخدموا على الميدان ودورنا برشا جهات، وعندنا معرفة ولو مش شاملة على المشاكل في تونس، لكن ارتقى رضا قال علاش ما نعملوش هالخلطة ما بين السينما والدفاع على قضية الماء. عن طريق عمل توثيقي صحيح، على خاطر السينما وهو يمكن يعرف أكثر مني من أهم الوسائل متاع الدفاع على القضايا هذه. بدأت هكاك الحكاية واليوم نلقوا رواحنا وصلنا معناه أنه أسهل حاجة بنوصلها للعبيد هي عن طريق كما أن دوكيومنتير. مرحبا بك رضا مرة أخرى، مرحبا، يعطيك الصحة على عمل عطاشة. أكيد هذا مش أول عمل ليك، هذا سلسلة من الأعمال، و وشفنا وجودك في العديد من التظاهرات في تونس وخارج تونس. انت منتج ومخرج كذلك سينمائي، نشوفوا لو تسمحوا بوندانونس عطاشها ثم نواصل. تفضل. هذه بوندانونس عطاشة. رضا، المعروف انك ابار انك مخرج ومنتج، انت ولد الشعب، انت في اختيارك لدوك نتاعك ما تختارش اي سوجي، ديما تختار السوجي القراب برشا من الناس، السوجي اللي مسكوت عنهم. نلقاو برشا عناوين تنسى كانك لم تكن، نلقاو ثوره غدرج، نلقاو جهه، نلقاو المراقبه والمعاقبه. في اختيارك للسوجي هذا ولا المشروع هذا شنو اللي شدك فيه اكثر؟ هو الفكره انه الحق في الماء هو حق معناتها من حقوق الإنسان، وهو في تونس بند معناتها من بنود اللي موجودة في الدستور التونسي، وفي نفس الوقت احنا نتعاملوا مع موضوع الماء كما لو أنه هاو قص الماء بقى أسبوع توا يرجع الماء، وهذه راهي ما حاجة ما تصيرش. معناتها الماء ما يزموش يقص على الناس، والماء ما هوش ملك السوناد، هي شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه. الماء هو ملك التوانسة الكل، وإذا نحن متشاركين في البلاد هذه لازمنا نكونوا متشاركين في الثروة متاع البلاد هذه، وكيفاش نحافظوا عليها الكل. معناتها هذا السيد اللي عطشان في تطاوين ما يصلوش الماء، هي راهي مشكلتي أنا كتونسي موجود في سوسة ولا في العاصمة ولا في المرسى، ولا السيد اللي هو في جومين عنده سد 10 كيلومتر وهو ما عندوش الماء. معناتها هذايا كي شفت أنا حاجات، احنا كي مشينا زرنا البلايس
جات في مخي انا فكره، معناتها الكلمه الاولانيه قلت ديما احنا في تونس ما الكلمه اللي سمعناها برشا والله ما في بالناش، ما في باليش هكا ثم الحكايه هذه زعما باش الناس ما يقولوش هاو والله ما في بالناش. هاو عملت انا المشروع هذايا باش نقول لهم راهو توا راهو تنجم تكون في بالكم، راهو اللي نجم نعمله انا باش نوصل للناس راهو باش يبدا في بالكم، راهي ثم مشكله نتاع ما ماهيش الناس نخوفوا في العباد، راهي مشكله حقيقيه اليوم نتاع ما، على خاطر التوانسه ما عندهمش ما يشربوا الماء، واذا انت عندك ارياف وقرى ما عندهمش ماء شنو باش يعملوا؟ هما بعد وقت باش يسلموا في الفلاحه نتاعهم، باش يسلموا في الدواب نتاعهم، باش يسلموا في التاريخ الثقافي والحضاري نتاعهم، وباش يولوا كلهم ينتقلوا للمدن، والمدن اليوم ماهيش متحمله معناتها صحيح. واحنا في حاجه للخضره وفي حاجه للحليب، في حاجه للانسان هذاك باش يعيش وباش يكمل حياته وباش يكمل معناتها المسار اللي بداه جده. اليوم التعامل مع مساله الماء ولا يخليهم يسكروا كياس يشمنا فيهم توا يقلقوا، هذه راهي ماهيش طريقه، خاطر الماء يلزم يتوجد الماء، والا اذا ثم اشكاليه نتاع ناس عندها الماء معناتها زيقوات الماء كسر لها ديارها، حي 3000 كيلومتر مربع احياء في نفطه الماء معناتها الديار طاحت، والى حد الان معناتها عندهم هم اكثر من عام ما عندهمش ناس ما عندهاش وين تعيش، ناس عايشه في ديار خايفه شاك مو يطيح معناتها هذا مش معقول. فانا اللي هو هذوما شنو هو اللي حرك فيا التصاور والناس هذوما هما اللي المشروع فرض روحه عليا، ولكن لازم ديما وسائل وامكانيات وناس ممنا بالمشروع. فكان التعامل من بعد مع نوماد، واحنا المشروع بديناه كنا مع بعضنا في كهرباء ونسافروا من بلاصه لبلاصه ونصوروا في الناس، معناتها ثم شخص عمل حفره باش يشرب منها، مرته مرض بالكلو، بنته مرض بالكلو ماتت، وهو التوا حافر حفره يشرب في الماء، راهو نحكيو على بس ما بيهم حد وما يعرفهم حد جوستومون، احنا نحكيو على ناس ماهمش ناس يشروا دبوسه ماء ما عندهمش باش ياخذها دبوسه الماء، هو يلوج على الماء نتاع السباله باش يشرب به، معناتها مانيش نحكيو على باش يدوش به باش يشرب اي الماء راهو ماء دبز أبسط حق من حقوقه فوالا دونك في هذا اللي نفهمه من كلامك. انت هبطت وشفت وزرت، نفهم من كلامك من المشروع هذايا انه صرخه نداء هذايا للحكومه للناس المعنيين بالامر، يلزم الناس كلها تتكاتف كل واحد من بلاصته والناس كلها معناتها تم اللي هذايا خطر على التوانسه كل خطر هذايا نتشاركوا فيه احنا، الماء هذايا مشترك بيناتنا، كيما ثم البترول كيما ثم معناتها الفوسفات كيما ثم حاجات نبارتاجوا فيها مع بعضنا. الازمه يلزمنا زاد ان كل واحد يهز شوي، مش معقول اليوم ثم ناس ما عندهاش ماء، مش معقول اليوم ثم مرات تعمل تجي 8 نتاع العشيه لو 9 نتاع الصباح باش تعبي بدون ماء ب 20 لتر، مش معقول 4 كيلومتر ما عندهمش ماء في العاصمه زاد كيف هذايا. احنا الموارد اللي عندنا كيفاش نجموا نستحفظوا عليها؟ كيفاش نجموا نحسوا بالقضيه نتاعنا؟ وكيفاش زاد يكون عندنا استقلاليه في قرارنا على الماء؟ مش معناتها ناس تخلص في الهواء في بلايص، ناس تخلص في الهواء، خاطر هو كيحل السباله تتمركل الكونتور يتمركلوا الهواء ويخلص في الهواء وبليجي يخلص الهواء. هذا اليوم يلزم الناس اللي عندها السلطه القرار ولا المواطنين اللي ينجموا يعملوا دي كولكتيف، يا خويا وعوا الناس كيفاش ينجموا يعملوا طرق اخرى كيفاش يعملوا بها في الماء. اليوم راهو احنا حتى في زغوان ثم مشاكل نتاع ماء، اللي هي زغوان معناتها اللي كانت اليبوك هي تشرب في كارتاج اي ابسط مقاومات الحياه. يعني في هذا نحبوا احنا معناتها الناس اللي صوتهم مش باين نعطوهم الميكروفون ونحاولوا الصوت هذا يبان للناس اللي تنجم تعاونهم واللي تنجم تخفى معاهم. قداش يدوم الدوك هذايا؟ هو ساعة ونص. واحنا عملنا تجربة انه مشينا صورنا مع العباد ومن بعد رجعنا لهم الناس هذوما وعرضنا ساعة لهم ساعة ونص دوك ساعة ونص اي مش معناها كان نجم ساعة ونص لا لا معناها نجم كان يكون حتى فيلم معناها كامل مش اي هو روائي كوا معناها فهمت نجم هو نجم تزيد تسرح به اكثر كوا جوستومون هو المشروع ما وفاش معناتها احنا هذه معناتها بدايه للمشروع كبير نحبوا القضيه هذه تتوعى بها العباد وتوعى بها السلطه وتحل مشاكل الناس هذوما خاطر الناس هذوما يشبهوا لي ويشبهوا التوانسه الكل ومش معقول انهم اليوم يعيشوا في وضعيه كما هذه فبالتالي ساعه ونص شوي
باقي ما حسيتوش باقي ما حكيتش في كل شيء ما حكيناش برشا برشا حاجات معناتها فريمون الموضوع اخطر برشا من انه يتناولوه في ساعه ونص. علاه حسيتك وعندك برشا كلام زاده تحب برشا كلام؟ هو موضوع الماء ما ينجموش نتناولوه في حصه واحده والا في حتى عشرات الحصص. معناها انا كنت نتصور مشكورين على الدعوه ساعه اليوم، ما كنت نتصور انه بارتير من بعد الثوره ما ثماش مواضيع تابو كما نقولوا معناها، ومواضيع محرمه انها تتطرح على الطاوله. موضوع الماء مهمش، والاراده السياسيه في تونس موجهه كل شيء للتهميش نتاع موضوع الماء، بالرغم اللي هو الماء من اهم القضايا اللي يلزمنا نتناولوها ونحطوها على الطاوله، خاطر مربوطه بصحه الانسان، مربوطه بالسياده الفلاحيه والغذائيه نتاعنا، مربوطه بعديد معناها القضايا الاخرى الحقوقيه. اليوم نلقوا رواحنا احنا في يوم ما قالوا لنا تعملوا في الشعبويه، خاطر نهار كله انتم هاي مشكله هاي مشكله هاي مشكله، واحنا قلنا رو بالحق نعرفوا اللي تونس تعاني من نقص المياه، ونعرفوا اللي امكانيات الدوله ما عندناش برشا امكانيات باش نعملوا مشاريع كبرى، لكن المشاكل اللي طرحت في عطاشة تونس وعيناتهم 15 عينه في 15 جهه في تونس من شمالها لجنوبها ما يمثلوا شيء قدام زاده عينات اخرى ومشاكل اخرى، ولكن مشاكل الحل ساهل نتاعها، معناها مشاكل شيل لوكال، ما نعرفش انا باش يصعب مثلا على الدوله باش تعمل خزان في الخضيريه في جهه بازينه في جهه جومين، نحكي لك باش تشوف التدرج نتاع الرياف، خزان يحل لهم مشكلتهم الكل. مثلا في نفطه هالديار الايله للسقوط انه يتنحى هالتسرب هذا تتحل مشكلتهم، ما ثماش اراده، معناها سنين العباد هذه تعاني من نفس المشاكل. وكي تجي تتكلم يقول لك ما عندناش امكانيات، ما نعرفش ما عندناش ماء، تغيرات مناخيه، مقتنعين بها الامور هذه، لكن المشاكل تنجم تتحل بحلول محليه بامكانيات بسيطه، اراده ما ثماش. هذاك علاش احنا قلنا في المرسى التونسي للمياه راه مشروع مازال بالحق حتى عطاشة تونس ماهوش في المبركه. ورضا ديجا حكى شويه على الحكايه هذه انه مازال متواصل المشروع، نجم يكون في شكل فيلم في شكل زيارات اخرى في شكل اشرطه وثائقيه اخرى، والا حتى معناها حتى اكبر من هكا انه يلزم المواطنين ينخرطوا في المسار نتاع عطاشة تونس، مش بالمعنى انه زاد يعطشوا، معناها انهم يناضلوا على القضيه هذه وياخذوها كمثال، معناها العينات هذوما باش يحلوا المشاكل هذوما. انتم كمرصد وكجمعيه دقيتوا بيبان على السلطات المعنيه دقيتوا بيبان مثلا على رجال اعمال مؤسسات باش يقوموا، فماشي حلول اقترحتوها على ناس؟ تحب الحقيقه نعطيك الحقيقه انا اي بيان سور، ولا كما نقولوا ما عندناش ما نخبوا، معناها في يوم ما اللي اطلقنا المرصد التونسي للمياه كان فما بوادر نتاع تعامل في حلين بعض المشاكل على مستوى محلي في الجهات متعلقه بالماء من انقطاعات وتسربات وغيرهم، لكن كيما قلنا طول المده ما فماش تجاوب، ما فماش اراده تتحل. مثلا فما فساد ولا فما تسربات تتحل لونكيت مثلا من طرف السوناد والا من وزاره الفلاحه، وتبقى فما في حد لونكيت. الباقي معناها تحركات رسميه انه باش يحلوا مشاكل على مستوى استراتيجي وغيرهم ما ثم حد شيء لتو، ما ثماش تجاوب. واحنا نشوفوا معناها كل ما تتكلم العباد تقول ما عندناش ماء، اول حاجه يا يكذبوا انه فما انقطاعات اللي هي واقع عايشين الانقطاعات في العاصمه، وتوا عندنا من نهار 8 من نهار 3 اللي فات انقطاعات صحيح للصيانه نتاع كانال مجرده، ولايات الساحل كلها والكابون فما اضطرابات في علاقه بالماء الصالح للشراب، لكن هذا شنو السبب نتاعو؟ هل ترى تسمعها في دوله متقدمه في 2018 ولا 2019 تو احنا نحكوا انه على خاطر باش نعملوا صيانه نتاع كوندويت نقصوا الماء على 5 ولايات كبرى، هذا كله داخل في السياسه العامه نتاع البلاد في الماء، راهو فما سياسه خاطئه هات نراجعوها. علاش كي نعملوا صيانه يقص الماء؟ علاش الموارد نتاعنا ماشي يشترها في التسربات؟ علاش ما ثماش علاش ثم تهميش للموضوع هذا بالذات موضوع الماء؟ علاش ما يطرحش في بلاتوات من بطريقه بديله؟ مش نجيب انا بي دي جي ولا نجيب وزير الفلاحه ولا كاتب دوله يعطي في شويه ارقام، هاي ثبت شويه مطرها وفاض البراج الفلاني، هانا عطاشة هاو عندنا 400 متر وكبها وما نعرفش شنو، مش هذا. يجي نتناقشوا حتى احنا حالين معناها حليل بيبان ومدين يدينا للكل، معناها كسوا من خبراء ولا من سلطات، يجي نتناقشوا ونشوفوا الحل مع بعضنا، وحتى المواطن لازم يشاركوه. هذه هي معناها. رضا اليوم السياسه الثقافيه كيفاش ترى فيها؟ فما دعم للثقافه، فما دعم للي دوك هذوما، تلقى انت دعم في في لي دوكيومونت الوحود تعمل فيهم هذوما الافلام الوثائقيه اللي قاعد تقوم بها، قاعد تلقى بدعم انت قاعد توثق في حاجات موجوده يعني؟ والله انا ما جيتش باش نحكي على الدعم. معناتها يظهر لي معناتها مش المكان الامثل، اما باش نجاوبك على سؤالك خاطر انا الافلام انت خاطر الخدمه تقوم بها كبيره.
يلزمها كمام، يلزمها كمام مصروف، يلزمها دعم، مرفوض، مرفوض افلامي كلها مرفوضه من الدعم، مرفوضه من الشراءات. وانا عملت 5 أفلام وثائقيه طويله بامكانياتي الخاصه، الفيلم هذا عاونوني فيه جمعيه نوماد، اما كلهم مرفوضين من لجنه الشراءات ومرفوضين من الدعم، هما افلام غير مدعومه وانا مانيش مطرح على المساله، على خاطر هذا نحس واجب اني نعمل الشيء اللي نحب نعمله للناس اللي نحب صوتهم يبان. والاخر الدعم كما المواطنين الكل، ثم اللجان تخدم على ارواحها، شافت اللي اعمال نتاعي ما تستحقش باش تكون في اللي يدعموهم، وان شاء الله تجي ناس اخرى من بعد، باش تجي ناس اخرى اكيد عندها فكره اخرى وعندها وعي اخر وتنجم ناخذوا فرصتنا. مي وقتين ثم دعم من 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 بلايص اخرين، ثم اهتمام من بلايص اخرين لافلامي، وهذا يسعدني، وثم مواطنين يحبوا الشيء نعمل فيه وانا مكملين. عطاش تشوفوه نهار 12 في ريو، اي ما 3 نتاع العشيه، اللي يحب يجي يتفرج مرحبا به، باش نعملوا عرض اول مجاني في قاعه الريو، ومن بعد اللي يحب يبرمج الفيلم في بلاده ولا في بلاصته، واللي يحب يعمل نقاش واللي يحب، احنا مستعدين مجانا باش نعطوه نسخه من العمل، وباش نحضروا نناقشوا نحاولوا كيفاش القضيه هذه معناتها يتوعى بها، والوزارات ولا المؤسسات اللي هي تشوف ان الموضوع يهمها زاد كيف نجموا نمدوهم بنسخه ويتفرجوا ويعملوا ويتناقشوا ويعملوا معناتها راي في الموضوع. وان شاء الله احنا الهدف انه يحلوا مشاكل نتاع الناس هذوما، وعلى الاقل يتعاملوا مع الموضوع بجديه. فهمت؟ واضح علي. كلمه الاخرى ليك تفضل. شكرا. عندي تعقيب صغير على اللي كان يقول فيه خونا رضا، خاطر عطاشه تونس هما معناها تصوروا في 15 بلاصه، وكي رجعنا بعد لصورنا رجعنا للبلايص اللي صورنا فيهم وعرضنا، معناها انت تقول البلايص اللي صورنا فيهم وين عرضنا، معناها الفكره انه معناها نعرضوا في البلاصه اللي يرتاحوا فيها هما واللي ياخذوا فيها راحتهم. عرضنا في ديار، عرضنا في نفطه، في حوش عربي، عرضنا في قهوه في ريف من الارياف، في قهاوي، في بلديه، معناها ما كانش السينما ماهيش في الساله بركه، معناها عملنا سينما في بلايص بديله اللي لمت العباد وجت العباد وناقشت قضيه الماء، ما كانش عروض بركه، عملنا العروض نتاع عطاشه تونس، وفي نفس الوقت عملنا نقاش تقني، الماء نتاعكم يا ناس هاو كيفاش يجيها وكيفاش نتصرفوا فيها ومنين تجي السدود ومنين نحفروا الماء، هاي مواردنا، ونقاش زاد قانوني ومهم ياسر الجانب القانوني هذا، نأطروا في العباد انهم كيفاش يجيبوا حقهم في صوره ما السناد والا الدوله ما استجابتش لمطالبهم وحقهم المشروع في الماء، انهم ينجموا يقاضوا، ينجموا بارقى انواع النضال اللي هي بالقانون يجيبوا حقهم. هذا عملنا لهم زاد تكوين، وهذا مهم زاد، ماهيش حاجه واضح. حالي شكرا لك، يعطيك الصحة، تحية ليك، تحية كل أعضاء جمعية نوماد زيرو ويت والمرصد التونسي للمياه. رضا شكرا ليك، موفق إن شاء الله، يعطيك الصحة، ميرسي، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. بعد قليل باش نحكيو على تظاهرة ميزيكولوجي في دورتها الأولى من 9 إلى 14 مع سي مختار بالعاتق حاضر معنا. نمشيو الفقرة أو كليب كان حاضر. نشوفوا بوند أنونس، يلا نشوفوا بوند أنونس الفيلم، تفضل.
مرحبا بكم مره اخرى. كنا نشوف في بوندانوس كرنفال الموسيقى الكونيه اللي باش تنتظم من 9 ل 14 جانفي. اكثر تفاصيل مع ضيفنا معنا مختار بالعاتق مدير فني للتظاهره. اهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا لك وزميلي اكيد مرحبا بك مختار نورتنا. اذا مش نحكيوا على الدوره الاولى، دوره اولى لكرنفال الموسيقى الكونيه. البارح كانت كونفرنس دو بريس كوا اي ميزيكولوجي. ميزيكولوجي اي ميزيكولوجي هو مهرجان الموسيقى البديله. مهرجان الموسيقى البديله هو ايفينمون يعني عنده امبلور ناسيونال وانترناسيونال. اي يعني ميزيكولوجي هو اسباس دو ديكوفيرت دي ميوزيك نوفيل. يعني مش يمتد على ثلاثة ايام، مش يكون يعني يوم 15 مارس 16 مارس و 17 مارس. كما قلنا يعني عنده امبلور ناسيونال وانترناسيونال، مش يكونوا فنانين اجانب متواجدين يعني من برا وكذلك يعني من تونس، فخاطر الموسيقى البديله يعني الالترناتيف ميوزيك ظهر برشا في تونس بعد 2011. خلينا نزيدوا نفسروها اكثر. الموسيقى البديله الالترناتيف يعني فما كرياسيون ميوزيكال تلم العديد يعني من الموسيقات، يعني نلقاهم في لون واحد. سورتو يعني فما دي جون تونيزيان ظهروا برشا بعد 2011 وقاعدين يخدموا في موسيقى الترناتيف كبيره برشا. حبينا انه تكون مراوحه يعني ما بين فنانين من برا اجانب وفنانين دي جون، يعني نعطيهم فرصه باش يظهروا باش يتعرفوا على ليشيل ناسيونال وعلاش ليه يعني على ليشيل انترناسيونال. يوم 15 اوت مش يكون الجمهور على موعد يعني مع جروب اورانج بلوسم ومش يكون معاهم الفنان التونسي يوسف الوسلاتي في عرض توكايافا اسمه هكا. يوم 16 مارس مش يكون الجمهور على موعد مع كارما كارمونا من بورتوريكو، ومش يكون باش تكون معاها الفنانه التونسيه هويم غطاس عازفه على الكمان وفنانه يعني برزت الاعوام هذه يعني على الساحه الفنيه. يوم 17 مارس مش يكون الجمهور على موعد مع جودي جاكسون الفنانه الامريكيه هذه مش تكون حاضره هذه يعني كارما كارمونا هذه اللي تويك على الشاشه نشوفوا فيها من بورتوريكو. فما يعني هو ميلانج نتاع موسيقى نلقاو السول نلقاو الجاز البلوز لكن الكريتير نتاعنا هو كان مركزين على الصوت والموسيقى الجميله. توكين احنا نقولوا ميزيكولوجي علاش؟ يعني عندها بعد كاينو اكاديمي ميزيكولوجي اللي هي السيونس، مي احنا حبينا نقطعوا مع الموسيقى الكوميرسيال ذات البعد التجاري اللي قاعدين نشوف فيه الاعوام هذه الاخرانيه. نحبوا يعني نسوقوا الموسيقى صحيحه وعندها قيمه فنيه والجمهور يتمتع يعني بالموسيقى هذه. اضافه اللي حبينا ميزيكولوجي يكون فضاء يعني لي جون نتاعنا التوانسه راهو عندنا في الساحه الفنيه ظهرت يعني دي جون تبارك الله يعني بوكو التالون وهذاك من واجبنا انه نظهروهم. نحب نحكي على ميزيكولوجي كيفاش ظهرت الفكره هذه. انا مدير مهرجان دقه وعندي صديقي مهدي السيفاوي هو مدير مهرجان بنزرت الدولي. تقابلنا قعدنا مع بعضنا قلنا نعملوا فكره نبعد شويه على الجهات نتاعنا هات ناسسوا المهرجان يكون عنده بعد يعني موسيقي فني راقي. كما قلت لك يعني حبينا نبعد شويه على الكوميرسيال وانطلقت الفكره هذه. مهرجان دولي كمان هذه أي دولي بس يعني فما أسماء يعني كبيرة رب أسماء كبيرة كبيرة اللي حاضرة الباهي إنه هي أسماء مش من الدولة برشا في تونس لكن على لي ريزو سوسيو يعني شفنا إقبال كبير برشا من الجمهور وعندهم يعني يعني عندهم جمهور كبير برشا في تونس سيبيا يعني فما ناس تحب الموسيقى الراقية السول ميوزيك وإلا لاتان سول الجاز البلوز هذه الموسيقى الراقية اللي يعني يعني الواحد كي يسمعها يتمتع بها عندها ناسها فما برشا ناس يحبوا اللون هذايا الموسيقي الحلو وجميل. وباش يكون العروض العروض مش يكون في نزل في جمارت جمارت العروض يعني مش تكون كما قلت يعني 15 16 17 مارس وان شاء الله بالاختيار هذايا نكونوا علاش اخترتوا نزل علاش ما اخترتوش فضاء ثقافي ولا بلاصه نجموا معناها والله شوف هي دوره اولى والنزل فتح الابواب
قال لنا اجاو ومرحبا بكم وفماش علاش يعني ان شاء الله العام هي دوره اولى ان شاء الله العام الجاي نخموا انه نزيدوا نطوروا اكثر نعملوا ورشات خاطر ميزوكولوجي يعني فما يولي نعطيوها بعد اكاديمي هكا شويه معناها فما خطوط عريضه للدورات خطوط عريضه علاش لا نجموا نعملوا الجانب الاكاديمي ينجم يكون في يعني في ورشات ورشات عمل تكون في مدينه ثقافه والعروض تكون في النزل هذا ويعني من ان شاء الله هي الدوره الاولى دوره تاسيسيه ما تعرف الدوره التاسيسيه تكون صعيبه مش كيما الدورات صحيح. يعني اللي لقيتوا الدعم من وزاره الثقافه ولا كلها امكانيه ذاتيه فما يعني اتفاق مع وزاره الثقافه ومازلنا يعني في البدايه احنا خاطر الفكره تو بدينا نبلور فيها عملنا بري كونفرنس البارح يعني حابين نوصلوا الفكره للناس وللمستشار بل كل شيء وفما يعني ناس وعدونا 15 و 17 تو تو اي ان شاء الله يعني فما وعود صحيحه وان شاء الله وزاره الثقافه ووزاره السياحه ان شاء الله يتبناوا العمل هذا قداش من عرض كل ليله؟ فما دوز ارتيست يعني انا ارتيست اترونجي وارتيست يعني تونسي يعطيك الصحه مختار شكرا لك شكون تحب تقدم تحيه وخلي لك كلمه الختام لك انت انا نقول للجمهور نقول له اللي المهرجان هذا يعني فيه موسيقى راقيه نبعد شويه على السياسه نبعد شويه على يعني الشغب السياسي اللي قاعد يصير تويكا في بلادنا والفن وان شاء الله ديما يعني نسمعوا فيه تو التجاري نغلبوا الحاجات هذيا الحاجات كي سباس يعني اون تونيزي بالفن وبالثقافه وبالغناء والغناء الراقي اكيد مختار بالعتق شكرا ليك مدير فني تظاهرة مهرجان الموسيقى البديلة ميرسي بوكو يعطيك الصحة موافقين إن شاء الله شكرا وإن شاء الله نواكبوا أكيد ليامات هذوما 15 16 17 جانفي إن شاء الله شكرا ليكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والانتباه إن شاء الله نتلقاو نهار اثنين مع زميلتنا فاتن الوسلاتي شكرا ليكم بقية أسبوع جميل إلى اللقاء